قبل أن أقص عليكم رؤيا الوالدة عليها رحمة الله، أخبركم بمقطع بسيط من حياتها. الوالدة عليها رحمة الله توفت مبطونة، ابتليت بلاء شديد، توجعت أوجاع عظيمة. كانت كلما اشتدت بها الأوجاع والآلام قالت: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحم، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحم. والله ما فتر لسانها عن هذه الدعوة، كانت تقولها في كل وقت. وكنت كل ما جلست معها أكثر ما تتحسر عليه القرآن، تقول: يا ولدي لم أعد أستطيع أن أقرأ القرآن، يا ولدي ما عاد أقدر أصلي الليل، ما عاد أقدر أصلي الضحى، يا ولدي. يعني تحسرت على أمور وفي كرب عظيم. خذوا هذه الرؤيا، رأيتها واقفة والقبر خلفها، فقلت: يا أمي هل خرجت من القبر؟ قالت: نعم خرجت. قلت: وأين ذاهبة؟ قالت: سأعود له. فقلت: يا أمي بالله عليك، ما دمت راجعة راجعة وذاهبة عنا ذاهبة، أخبريني كيف الموت وكيف القبر، كيف الموت وكيف القبر؟ قالت: أبشرك نور وسرور وقصور. الله أكبر. قلت: يا أمي الدعوات التي ندعوها لك هل تصلك؟ قالت: إيه نعم تصل. قلت: ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عما يناله الصالحين والمتقين والأصفياء بعد الموت، هل فعلا حقيقة؟ قالت: إيه والله يا ولدي حقيقة. فقلت لها: أخبريني بالله، ما الأفضل، الحياة الدنيا أو الحياة بعد الموت؟ قالت: أكيد الحياة بعد الموت. ثم رأيتها في قصر وتحت قبة وفوق أرض، والله ليست من قطع الدنيا ولا من بنايات الدنيا ولا من ألوان الدنيا ولا من أشكال الدنيا، والله أعجز عن وصفها. فاللهم اجعلها في دار الكرامة في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارحمها كما ربتنا صغارا، وأمواتكم وأموات المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم أحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم يا حي يا قيوم اجمعنا وأهلينا ووالدينا وذوينا في دار الكرامة عندك تحت ظلك وتحت ظل عرشك يا حي يا قيوم. اللهم اعف عنا تقصيرنا وغفلتنا، واعف عنا عن كل ذنوبنا يا حي يا قيوم.